ما هي الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة وما بيان حالها؟ من الأدلة استدلوا بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال هما الوجه والكفان. الجواب أن قوله قبل نزول آية الحجاب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، ثم إن قوله هذا يعارض بقوله في آية الأحزاب التي سبق ذكرها: كنا يخرجنا وقد غطينا وجوههن وقد أبدينا عينا واحدة. ثم هو معارض بقول من؟ بقول ابن مسعود الذي فسر الآية بأنها ما ظهر من ظاهر اللباس كالعباءة ونحوها.